متعودين دايما مع حضراتكم نرصد اهم الاحداث اللي حصلت في الحلقات الخاصه بمسلسلات رمضان. امبارح 11 حلقه من مسلسلات رمضان مرت، كانت كلها احداث مشوقه سواء كانت اعمال وطنيه او اجتماعيه او حتى الكوميديا. الحلقات اللي فاتت امبارح يعني عملنا ليها ملخص لاهم الاحداث اللي دارت فيها جمانه تحديدا. صحيح، من اول رمضان بنحاول نتابع مع حضراتكم كده بملخص سريع مجموعه كبيره من المسلسلات، ابرزها طبعا الكتيبه 101، رسالة الإمام الكبير قوي الجزء السابع، وغيرها كمان من المسلسلات عشان اللي فاتوا حاجة ما يحسش يعني أنه في النص بقاش عارف يعمل إيه، فيقدر أنه هو يتابع الملخص ده عشان يقدر يكمل بقية الحلقات بشكل عادي جدا. خلينا نتابع هذا الملخص ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. الحلقات الـ11 من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، والبداية من مسلسل الكتيبة 101. الحلقة شهدت قيام رجال الكتيبة بعملية نوعية ضد عناصر التنظيم الإرهابي اللي تم رصدها واللي وصلت الطريق الساحلي للشيخ زويد. تم ملاحقة وتصفية العناصر الإرهابية في عملية بطولية شارك فيها الرائد نور أو عمرو يوسف وزملائه اللي فاروا لدماء الشهداء. وانتقلت أحداث المسلسل لمشهد جنازة الشيخ موسى واللي بيجسد دوره الفنان خالد الصاوي بعد مقتله على يد ابن أخوه الدكتور وحيد أو فتحي عبد الوهاب. شد حيلك، شد على الله. الشيخ موسى كان بطل من أبطال مصر، القوات المسلحة عمرها ما تنسى دوره ووقوفه جنبها. اطمنه، هيتم الوصول للمجرمين وهينالوا أشد العقاب إن شاء الله. شد حيلك، شد على الله. وكشفت الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيلي كريم مجموعة من الأحداث. محمد لطفي اللي هو الشداد ولد الهلالي بعت رسالة أو جواب غرامي لنادرة أو نيلي كريم مع طفل صغير من النجعة. نادرة خدت الجواب لما كانت قاعدة في كافيتيريا المستشفى منتظرة أنس أو ندى موسى، ولما روحت البيت قرته واكتشفت إن شداد بيصارحها فيه بأنه معجب بيها وبيفكرها لما كانوا صغار وبيلعبوا مع بعض، وساب ليها في آخر الجواب رقم تليفونه لو احتاجت ليه في أي حاجة. أنا من كفر حريق، شداد والد الهلالي، فكراني كنا بنلعبوا مع بعض واحنا عيال صغيرين. بس أقولك، من ساعة ما قابلتك وأنا حاسس إحساس تاني خالص، جايز عشان رجعتيني الأيام الصبر، جايز عشان قوتك قدام عبد الجبار، جايز وجايز وجايز. أنا حاسس إن أنتي هدية من ربنا لي. وفي أحداث الحلقة 11 من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع، جوني عمل أجواء رومانسية لشروق آيتن عامر على طريق المزاريطة علشان يعرضها على السوشيال ميديا ويحقق بيها مشاهدات. وفي الفيديوهات دي شاركت مربوحة وهجرس والعترة علشان يزودوا التفاعل وعدد المتابعين، لكن الكبير قوي لما شاف الفيديوهات دي ما عجبوش اللي حصل. الوقت كأنه مدمن مصور كل تفاصيل حياته وحاططها على النت. انا مفكر اوديه مصحه. مصحه ايه بس يا كبير؟ انت تعرف المتابعين والمشاهدات بتوعه بسم الله ما شاء الله، يعني بتجيبوا له فلوس قد ايه؟ والله العظيم لو جابت مال قرون وانا عشان قرشين اصور حرمه بيتي واحطها على المشاع، اي حد حداه باقه ب10 جنيه يتفرج. ايه الهوس ده؟ وفي مسلسل رساله الامام بطوله النجم خالد النبوي، واحد من الجنود بلغ الجروي أو نضال الشفعي بأنه رصد تحركات غريبة من الأجواف وجنود الثرى، ورد الجروي بأنه شامم ريحة الخطر، فأمر جنوده بأن يستعدوا ويحاولوا يختفوا لو حدث أي طارئ. والكلام ده ما وصلش لأبا بشر أو ابن الوالي. ناجي هو، الحمد لله على ذرية الصالحة. كل الطلاب الذين شاهدتهم كانوا يتحدثون عن مناظرتك. سمعت أحدهم يقول: الشافعي منا كالليث بن سعد. الحمد لله، كل ما تعلمته في السابق أساس لقادم البحث والتوفيق، أغرسه في هذه الأرض المباركة التي لا تبور أبدا بإذن الله. وفي الحلقة 11 من مسلسل الصفارة للنجم أحمد أمين بيظهر شفيق في شخصية جديدة وهي شخصية المريض النفسي. شفيق بيتفاجئ بأنه مقيد في سرير في مصحة لعلاج الغضب،
بيمر عليه الطبيب وبيصدمه وبيقول له انه بيعاني من حالة عصبية بسبب ان عقله غير قادر على تجاوز يوم الحفلة واللي حصل فيها، علشان كده هو عنده هلاوس وطول الوقت عصبي، وده بيخليه يخلق قصص وهمية. وحتى موضوع الصفارة اللي بترجع بالزمن ده كمان غير موجود، وكل دي حكايات من خيال شفيق. مش قادر افهم والله العظيم، هو الجسم ده ملوش باب؟ اي شخصيه بتخش تعدي كده تحط باب حديد بقى او كالون او اي حاجه. السلام عليكم، ايه القعده الجميله دي؟ احنا عاملين حاله حلوه قوي صح؟ اه، في الفه كده تحس انه ماتش للمنتخب. الا صحيح يا شفيق، اخبار الصفاره ايه؟ مفيش صفاره يا شعبان، انا بقيت زي الفل ان شاء الله. اللجنه اللي جايه هتيجي تكشف عليا وهتلاقيني على سنجه 10، واخرج بقى من هنا خالص، شوف بقى حياتي من الأول هعمل فيها إيه. وشهدت الحلقة 12 من مسلسل سر الباتع محاولة تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية هدم مقام السلطان حامد، باعتبار أن ده بدعة، لكن الشرطة تصدت ليهم ومنعتهم من هدم المقام. من فضلكم كله روح، واللي عايز يهد يتجه للقنوات الشرعية. القنوات الشرعية دي كانت زمان، بقولك احنا في ثورة، سيبنا نشوف شغلنا. للمرة التانية بقول البلد فيها قانون وقنوات شرعية. الشرعية للميدان والقوانين هنسقطها. لما تبقى تسقطوها وتعملوا قوانينكم ساعتها محدش هيعترض، أما دلوقت أنا بنفذ القانون. عموماً أنا مش عايز أحرجك، أنت مهما كان ضيف عندنا هنا بلدنا. يلا رجالة. يا سيدي شكرا. شفت كرامته؟ يلا يا جماعة يلا. وشهدت الحلقة 11 من مسلسل جميلة العديد من الأحداث المهمة حول شخصية جميلة اللي بتجسدها الفنانة ريهام حجاج. بتبدأ الأحداث بعد زيارة نرمين لزياد في العيادة، وهي بتعيط وبتدعي إن جميلة بتتصرف بشكل مهين معها، وبتطلب منها إنه يرجع ليها حقها من جميلة. بتنتقل الأحداث إلى مشهد زياد وهو بيسأل جميلة عن اللي حصل وعن صحة كلام نرمين، فبتقول له إن الكلام ده كله كذب. وبعدها بيزور شريف زياد في عيادته وبيأكد له إن مش هو اللي حرق عربيته، وبيطلب منه التفاهم والاتفاق عشان ينهوا الأزمة اللي تسبب فيديو شهيرة الموجود على السوشيال ميديا. يا حبيب قلبي اهدى شوية وافهم بقى، احنا في مركب واحد والمركب بتغرق بينا، دي فضيحة. الفيديو اللي مالك تايم لاين ده فضيحة ليك وليا والأهالينا، علشان كده لازم نرسى ونفهم ونقعد ونشوف حل. وبعدين أنا جاي لك بطولي، يعني لا معايا سلاح ولا بودي جاردات، وانا مش قابل اتكلم معاك، وامشي من هنا قبل ما اطلبك البوليس. حاضر ماشي، بس خليك فاكر انك هتيجي في يوم من الايام تعتذر لي، وخليك فاكر ان انا جيت لك بطولي فاهم، وانت اللي رفضت. شهدا يا نرس. وفي الحلقه 11 من مسلسل جعفر العمده للنجم محمد رمضان، نرجس او منى فضالي قالت لزوجها جعفر العمده انها حامل. محمد رمضان اتصدم من الخبر وكان هيرمي عليها يمين الطلاق، لكن نرجس وضعت ايدها على فمه. وبعدها جعفر اتكلم مع والدته صفصف ولنصحته بانه يخلف من نرجس وما يتخلاش عن الجنين. نرجس حامل. قدر ربنا وفرجه، مبروك يا حبيبي مبروك. جعفر اياك يا ولد، اياك تكون قلت لها تنزلي. قلتلهاش حاجة، سكت. يعني أحداث متنوعة أعتقد، وفيها نوع من أنواع عارفة التسلسل الدرامي اللي يخليكي عاوزة تشوفي إيه اللي بعده. يعني بالزبط. احنا مش عاوزين ملخص الحلقه ال11، احنا عاوزين ال12 وال13 بقى لو نقدر يعني نتكلم. عارف انت ملخص ده يخليك لو في مسلسل انت مش متابعه قوي لا عايز تتفرج عليه عشان حاسس لا المسلسل ده فيه احداث حلوه، فتحس انت عملت زود في الليست بتاعه المسلسلات مش لاحق. انا لا اخفيكي سرا، انا بعد ما تم عرض ملخص المسلسلات ده في الحلقه الثالثه تحديدا قررت ان انا ازود فعلا في مسلسلات ما كنتش بتابعها. لازم بنفتح القوس وبنكمل بقى مسلسلات كده. بما انك فتحت القوس، ايه بقى القوس فتحه وحاطه فيه مسلسلات ايه اللي انت بتتابعيه؟ عندك وقت؟ عندي وقت. طيب اربع دقايق اللي انت عاوزاه. هقول لك جعفر العمده، عمله نادره، سفاره، كبير، علاقه مشروع. انا مش بقول لك مسلسلات ايه رمضان السنه دي، انا بقول لك انت بتتابعي ايه السنه دي.
انا قلت لك عندك وقت قلت لي عندي وقت. ما بتتابعيش ايه السنه دي يعني؟ ونختصر الكلام كده يعني. بص جميله برضو بعدي عليه كده ببص عليه. بس انا مستنيه كمان مسلسلات بقى تانية. مستنيه مسلسل منى زكي اعتقد هيبقى 15 حلقه 15 حلقه بالظبط. مستنيه كمان مسلسل دنيا سمير غانم. وفي السقه اعتقد. لا اذا لو سمحت تحذفيش المعلومات. في كلام يعني في كلام على الموضوع ده. معقوله في حاجه وقعت مني؟ طب انت بتتابع ما زالت هناك مفاجآت في جعبه الشركه المتحده طبعا بعد ال 15 حلقه اللي هيخلصوا بتوع مسلسل ياسر جلال في مسلسلات تانية تتعرض برضو. شكرا على المفاجاه. انا بالنسبه لي لا انا بالنسبه لي بقى بجد والله اللي حريص كل الحرص على متابعته الصفاره. احمد امين عامل دور يعني بيؤكد ان هو ممثل متعدد المواهب. عارفه عنده كتير قوي وفكره اللي هو يعمل اكتر من شخصيه في مسلسل واحد ده اعتقد تحدي على نفسه. لا وطه دسوقي كمان جميل جدا يعني الحقيقه. وعلى فكره لا مسلسل كمان الكتيبه 101 لا انت بتتكلمي بقى في مسلسلات يعني اصلا خارج المنافسه. انا حاسه ان في حاجه انا ما لا في مسلسل تاني مش انا ما قلتوش عشان امانه تحتم عليا ان انا اقول لك المسلسلات لما